اهلا المتتبعي قناه الفا سبريس. في هذا اللقاء الجديد غادي نناقشوا فيه مشكل تاع اللي تفجر مؤخرا على مستوى مدينه الدار البيضاء والمتعلق بتصحيح الامضاءات على الوثائق خلال الايام الماضيه. يعني مجموعه من المواطنين عبروا عن الغضب ديالهم والسيء ديالهم من القرار اللي كان تاخذ حول يعني توقيف مساله تاع تصحيح الامضاءات في الملحقات الاداريه، وان الجماعات او المقاطعات الجماعيه هي اللي غتكلف بهذه المهمه قبل ان يتم العدول على هذا القرار هذا بمبرر كوفيد وخوف من الاكتظاظ والانتشار الواسع للمتحور الجديد لكورونا. من اجل مناقشه القضيه دي نستضيف كاتب مجلس مقاطعه مر السلطان السيد محمد سلامي. سي محمد مرحبا بك. شكرا سي بوسع على الاستضافه، كنشكرك على الاستضافه الكريمه. مرحبا بالاخوه المتتبعين لهذا الموقع وجريده انفاس المجاهده. سي سلامي، شنو وقع في مسألة تصحيح الإمضاءات تاع الوثائق؟ هو قبل الحديث على ماذا يقع لابد أن أشير واحد الإشارة إلى أن خدمة هذا الوطن العزيز وخدمة هذا البلد الأمين وخدمة هذا المنطقة هي ليست بالأمر الهين، فهي أشبه ما يكون بحمل كنز ثقيل واحد الهم عظيم، ولحمل هذا الهم وهذا العبء لابد أن تكون في هاد الناس وهاد المسؤولين القوة الكافية لذلك. نرجع للسؤال ديالك، فنظام الجماعات المحلية بعد إحداثه في سنة 76 في السبعينات من القرن الماضي كان يؤطر بواحد القانون اللي هو ما كان يسمى بالميثاق الجماعي. هذا الميثاق الجماعي في المادة ديال 51 تقول أو تشير إلى أن رئيس مجلس المقاطعة له الحق في التفويض في الحالة المدنية، ويمكنه أن يمنح هذا التفويض إلى النواب دياله وإلى رؤساء الأقسام والكتاب العامون. في الفقرة الثانية من هذا الفصل 51 اللي دائما تنهضروا على الميثاق الجماعي، يشير هذا الفصل إلى أن رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجلس الجماعة له أيضا الحق في الإشهاد على الوثائق والنسخ المطابقة لأصولها، ويمكنه تفويض هذه المهام للنواب دياله وأيضا لرؤساء الأقسام والمصالح. وهنا تم استثناء ضباط الحالة المدنية والموظفين. هذا هو الإشكال اللي خلى السيد الوالي. ولكن شحال مستوى الميثاق دابا حنا في القانون التنظيمي تاع 113/14؟ نعم. واش نفس هاد البنود كاينة في هذا القانون هذا؟ نعم. فبعد ما تم العمل بالميثاق الجماعي إلى غاية سنة 2002 تم إحداث ما يعرف أو ما يسمى بوحدة المدينة. وهذا نظام تم أخذه من النظام الفرنسي. فهذه وحدة المدينة جات بنظام ما يسمى بنظام المقاطعات، 16 مقاطعة على صعيد الدار البيضاء. تم تغيير هذه المادة من المادة 51 في الميثاق الجماعي إلى المادة 102 في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وبقات نفس المادة هي لكن بقى نفس النص ولم يتم العمل به خلال هذه الولايتين، يعني من 2015 الى غايه 2021 في النهايه ديالو اللي جات هذيك المذكره ديال السيد الوالي اللي تحت. ولكن علاش تنتظرنا هذه المده تاع 5 سنين تقريبا ولا 6 سنين باش نرجعوا نحيوا واحد البند في القانون في فتره اللي هي كما معروفه كفتره كوفيد فتره كورونا؟ هو اللي كان خلى ان هاد التغاضي على هاد المساله هذه هو ان الدار البيضاء اصبحت مدينه مليونيه. يعني ازيد من 6-7 المليون، يعني يصعب ان موظف واحد أو رئيس مكتب الحالة المدنية يمكن ليه يستجيب للتطلعات ديال هاد المواطنين والمرتفقين اللي كيجيو بالعشرات إلى ما قلناش بالمئات يوميا. فبالتالي داكشي علاش تم التغاضي إلى أن جات هاد المراسلة ديال السيد الوالي باش أنه يوضع المسؤولين ديال المقاطعات وضباط الحالة المدنية تاع
تحت طائلة القانون. ولكن القانون كاين يعني ما كاينش واحد يعني البعض يقول بان الان الحديث على المساله ديال تقرب الاداره المواطنين في الحكومه كاينه حقيبه وزاريه تتكلم على الرقمنه تاع الاداره وتنجيو تنصطدموا بهذا مثل تنزيل بحال هذه القوانين هذه. بالفعل هو اللي خص اللي خص يتم الان حتى لان هذه المساله اللي قلتي هذا يغيب فيها مسألة تاع تقريب الإدارة من المواطنين ما دمنا أن حصرنا هذه التفويضات عند النواب الرئيس مع العلم أن النواب الرئيس بحكم انشغالات ديالهم المهنية فهم ليسوا ملزمين بأنهم يبقوا في هذه المكاتب منهم برلمانيين منهم أساتذة جامعيين منهم ناس مقاولين فبالتالي يصعب أنهم نعطينا كمثال كيجي طالب مثلا عنده شهادة ديال البكالوريا وربما بغى يجتاز واحد المباراة يعني عنده غير الإشهاد على على على, على, على هذيك الشهادة فبالتالي غيبقى ينتظر نص نهار او نقولوا ليه سير رجع حتى الصباح باش ياخذ واحد الاشاد هو ملزم انه يحطه في هذاك الوقت. وعاد كاين واحد المساله اخرى وان ربما عدد النواب في بعض المقاطعات الجماعيه اقل بكثير من المنحلقات الاداريه اللي كاينه في هذاك المقاطعه. طبيعه الحال يعني انا في اغلب الاحيان ما تيتعداوش 4 وهو اللي كان جرت العاده انه في كل ملحقه اداريه كانوا هاد الضباط الحاله المدنيه كانوا كيديروا هاد الاشهاد على مطابقه النسخ. دابا كاع هاد الملحقات الاداريه جمعت مثلا 4 أو 5 نعطينا نموذج مثلا انا اتكلم عن مقاطعه مر السلطان كانت عندنا احياء مثلا ملحقه في بوشنتوف ملحقه في حي لاجيرون ملحقه في حي البلديه وملحقه في درب الكبير. هاد الملحقات كلهم سيتم القفز عليهم واللي بغى يدير مثلا الاشهاد خصو يتوجه للملحقه المركزيه اللي جات في مقر المقاطعه. فبالتالي مثلا من نجي من اليوسفيه بالنواحي ديال درب الكبير او حي لاجيرون حتى الملحقه خصني واحد 6 كيلومتر يعني تمرميد وجرجير يعني هنا يغيب هذاك المبدا ديال تقريب الاداره من المواطنين اللي كانوا بامكان ان الناس امام مقر سكنهم يمشيو يديروها. فبالتالي هنا يغيب اللي خص يكون الان وان خص الاخوان ديالنا البرلمانيين قبل نوصل للحل. نعم. قبل نوصل للحل هذه المشكله هذا انتم مر السلطان كنتم من المقاطعات اللي سباقه على تطبيق هذا القانون. نعم. علاش كنتم يعني المقاطعات علما ان كان شي مقاطعات اخرى اللي خاطش الحظر والاحتياط في المساله؟ لا بالعكس مر السلطان كانت في اطار القانون. بقى العمل بهذا سميتو الى ان جاءت المراسله هذه التعقيبيه الاخيره. نعم. ديال السيد الوالي اللي راسل بها السيده عمده مدينه الدار البيضاء نظرا لديك المراسلة اللي كانت رسلوا لوزارة الداخلية على أساس أن هذا المبدأ اللي تكلمنا عليه سيغيب وغيكون واحد الاكتضاد وخصوص أننا نحن نعيش هذه الفترة ديال انتشار هذا الوباء هذا. فبالتالي كان تدخل ديال وزارة الداخلية شخص مدير الجامعات المحلية باش أنه حاول أنه ما نقولوش ما أنهم يخرقوا القانون فحاول انه يتدرعوا بهذه الحاله اللي كنعيشوا ديال الطوارئ وحتى لا يكون واحد بغض النظر على الحاله تاع الطوارئ ولا تاع الكوفيد واش ممكن ان هذا مثل هذا القانون ولا هذا البند في القانون يتم تنزيله على الارض الواقع في ظل الاكراهات اللي تنعرفوا حنا الاكتضاد كما قلتي الان تاع المقاطعات مناطق مقاطعات كبيره الشساعه تاع المقاطعات لا على مستوى السكان على مستوى المساواه. واذا بغينا نحققوا مبدا ديال تقريب الاداره المواطنين ضروري من اعاده النظر في هذا القانون. فهذا القانون التنظيمي هو كيبقى مجرد يعني عمل بشري لا ماشي قران منزل اللي خصو يكون الان هو انه يتم التعديل ديالو. والكرة كما قلتي في قبل الكرة مرمية في البرلمان السادة البرلمانيين ورؤساء الفرق فاش يديروا واحد مشروع تعديلي يتم فيه بالإضافة لديك المادة اللي في الفقرة الثانية اللي كتنص على أن الإشهاد على مطابقة النسخ الأصولها أن الرئيس يفوضها للنواب ديالو والمدير المصالح ورؤساء المصالح
يتم إضافة مثلا ضباط الحالة المدنية أو من ينوب عنهم. لاش كنقولوا ضباط الحالة المدنية؟ نظرا للكفاءة ديالهم ونظرا للتجربة. يعني بالنسبة لك لا حل للمشكلة صحة الإمضاءات إلا من خلال تعديل القانون وتعديل البلدان؟ هذا ما فيه شك. هذا ما فيه شك، ضروري يكون هناك قانون تعديلي، لأن إحنا دولة ديال القانون، ما يمكنش نمشيو غير بسميتو. فبالتالي ضروري من هذا القانون باش نخرجوا، باش نلقاو الحل ونخرجوا من هذا الحل. دابا لقينا ربما الحل في كوفيد وفي حالة الطوارئ وهذه وسميتو، ولكن يلزم أنه يتم مشروع يعني قانون تعديلي في البرلمان باش يتم كما قلت سابقا أن هذا المبدأ ديال تقريب الإدارة من المواطنين المرتفقين يكون ظاهر للعيان ماشي غير على الوراق فقط. شكرا سي سلامي، شكرا جزيلا على قبول الدعوة وعلى تقديم التوضيحات للمتتبعي قناة أنفاس بريس. متتبعي أنفاس بريس، إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.